هذا الفيديو لما نقول مليونين أقل من شهر، منو هذول المليونين؟ مو مسيحيين، يجوز يطلعون كلش فد 5,000-10,000 مسيحي شافوا، أما البقية كلهم مسلمين. وguess what؟ اسمع، this is the good news، لأن أنا دا أتابع منو دا يقرأ ودا أسوي مثلا لايك أو يعني أكتب كذا. تدري 99% من عندهم من هذول المسلمين في هذا الفيديو كلهم فرحانين ويصفقوا له ويقولوا له كلام يعني يمدحون به مدح عظيم. تعرف ليش؟ لأنه الريح يعني طلعت، هم في أسرة، هم عبيد، هم مو أحرار. ولهذا إحنا قاعدين هنا جاي نبشر بالمسيح، بوعود الله، بموضوعنا شنو خطروا؟ أنه وعود الله. أوكي، وعود الله. فهذولا مو بس دا يشوفون الفيديو، هذولا يشاهدونا ويشاهدون القناتين العربية مالتنا، وقسم من عندهم طبعا بالأفغاني وبالمثل ما شفنا اليوم. إذن الأيام هي الأيام الأخيرة، والرب يسوع المسيح قال أنه اذهبوا إلى العالم أجمع، وقال أيضا في الأيام الأخيرة كذا راح يصيروا كذا وكذا وكذا. الأولون يصيرون آخرون والآخرون أولون، يأتون من المشارق ومن المغارب ويدخلون ملكوت الله، وأهل الملكوت يطلعون برا خارج، وهناك سيكون البكاء وصرير الأسنان. الأسنان يس، ظلام، في الظلام الداكن. سو عزيزي المشاهد، راح أرجع مرة ثانية، أنه أمامك طريقين. أنت جاي تبني بيتك، هل جاي تريد تكمل تستمر في بناء على الرمل؟ ولهذا الرب يسوع المسيح قال كل من يسمع كلامي هذا ويعمل به أشبهه برجل حكيم بنى بيته وين؟ على الصخر. وكل من يسمع كلامي، يسمع ده يسمع يس، وكل من يسمع كلامي ولا يعمل به، يعني معود مشي، ولا يعمل به أشبهه برجل غبي stupid foolish، رجل غبي بنى بيته على الرمل. اجت الرياح واجت الأمواج واجت العواصف، هذاك ما تأثر، لأن مبني على شنو؟ على الصخر. منو صخر؟ المسيح. منو صخر؟ الكتاب المقدس. منو صخر؟ إلهنا. أما كل ذول اللي جاي يبنون على الرمل، لو أديان يعني مع شياطين، وما شاء الله جاي تكثر الأديان، وأكو إلحاد، وأكو يعني تعرف what's going on بالعالم هسه. So, عزيزي، ربما هاي أول مرة أنت تسمع هيجي كلام، وربما هذه راح تكون آخر مرة تسمع هيجي كلام، ربما لأنه أنت ضايع. أوكي، مع كل احترامي لك، سأنا أقول ربما هذه فرصة الله جابك حتى تسمع وتشاهد وشوية تصفن، مثل الابن الضال لما وصل إلى تلك الدرجة المذرية قال لا 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 enough is enough، راح أقوم وأرجع إلى بيت أبويا وأقول له يا أبي I am sorry، أنا ما أستاهل كذا، أرجوك لا تعتبرني مثل ابنك، بس أرجوك أن تعتبرني مثل عبيد مالتك، الله يخليك بليز، أنا غلطت في حقك. بس الوالد اللي يمثل الله نانا قال يا معود جت أحكي وحضنا وسوى حفلة وجيبوا الموسيقى واذبحوا الطور السمين وصارت حفلة كذا. ليش؟ لأنه إلهنا إله نعيم، يريدنا أن نرجع مثل ما رجع زكي العشار، هم كان مكروه بس رجع، مثل ما رجع السارق على الصليب نحن. أوكي، بينما الثاني ما راح يرجع. So
تريد ترجع أهلا وسهلا. إذا الخطوة الأولى اللي أنا بس أنصحك وخلصت، أنا لا رح أصلي وياك ولا كذا، بس اللي أريد أقول لك كلمة واحدة، بس كلمة واحدة، وأرجوك هاي كلمة أن تخليها ترشية بإذنك، ربما راح تفيدك بالمستقبل. أوكي، الكلمة هي شنو؟ هم يوحنا المعمدان قالها وهم المسيح قالها مرات عندي، وطبعا بالعهد القديم أيضا كلها. والكلمة هي الكل كانوا يصرخون يقولون توبوا توبوا، كافي، سوي يوترن، مثل يوترن مال ميشيغان. أوكي، يعني توبوا، يعني إذا كنت تمشي بهذا الطريق مو بس توقف، نو توقف وسوي دور 180 درجة وامشي باتجاه المعاكس. إذا كنت تلعب قمار مو بس تبطل، لا طب بطل هاي بيها زينة، بس سوي دور 180 درجة وتوضر توبوا توبة. إذا تبلش توبة شغلات بسيطة، ها أنا مدى أقول لك روح سوي شغلات توبات كبيرة، توبة صغيرة شوية شوية، الله هو بعد راح يلزم بيدك ويمشيك خطوة خطوة عاد.